ثانية. يلا شلون؟ من هو مكتشف جدول الضرب؟ والله سهل، والله سؤال سهل. ايه والله يا سهل. من هو مكتشف جدول الضرب؟ من هو مكتشف جدول الضرب؟ دقيقة، انت ما تتكلم، انت بس اخدم الجمهور. هو ما حيجاوب الان الشاشة؟ لا هو الكاميرا ما حيجاوب، الجمهور يجاوب. ايه الجمهور يجاوب. الجمهور ساعدني، الجمهور راح يجاوب. سهلة. طيب انت فاهم، ماجد فاهم الموضوع. ايه. غلط. والله انا كنت بحشر بس صراحة. ماجد يقول لك هنا نجاوب من الكيفية ولا الحيثية؟ والله بالآلية افضل. ماجد فاهم الموضوع غلط والله. ايوه ما في جواب خلاص. يلا لا لا لسه الحين 20 ثانية. طيب يلا خلاص. يلا ليش ما حطيتوا لنا تايمر 20 ثانية؟ ترى هذا السؤال هدية لكم يعني. من هو انت لو كنت فاهم مكتشف ولا مخترع ولا ايش؟ لو كنت فاهم خلاص المسابقة ما كنت سألت السؤال هذا. مكتشف جدول الضرب. انا كنت ابغى ماجد يجاوب. مكتشف جدول الضرب هذا سهل جدا. هنا جت اجابتين. يلا خلي ماجد يختار منها احدهما. ايش؟ الخوارزمي. الثانية الثانية فيثاغورس. معاك 5 ثواني وتجاوب. انا عندي احساس انه فيثاغورس. 1 2 3 4 5. انتهى الوقت. فيثاغورس اجابه خلاص. اي خلاص. ما راح الوقت. نظريه فيثاغورس تنص على بس فيثاغورس هو عنده نظريه اخذناها في ثالثه متوسط. مضبوط. بس الزاويه القائمه الخوارزمي في الرياضيات هو اللي ابتكر الرقم صفر. بس جدول الضرب فيثاغورس جاوبك صح. يس. شكرا. شكرا جزيلا من عماقي. تفضل. شكرا جزيلا من عماقي. الان ماجد جزاني اسال الجمهور التحدي اللي هو محضار. يا ويوسف. سلام يا سلام. شوف ماجد بلدية في, في في انقسام رهيب صراحه. والله شوف شوف الجمهور. اوف اوف اوف. ولع. خدموك خدموك صراحه. خدموك كلها. شكرا. فيثاغورس. يلا اجابه صحيحه. الان عند محضار. عند ماجد. يلا اسال. تفضل سؤال عندك. مستنينك. طيب دقيقة استنى استنى. أنت طالبه من تطبيق؟ يلا ها. 1 2 3. السؤال هو من هو أبب. غسيل الملائكة. الله. شكرا. من هو غسيل الملائكة؟ نجاوب احنا. لا لا ما جاوب. الله ينفعكم. معكم 20 ثانية. الله خير والله. نشوف من هو غسيل الملائكة. الصحابي الذي غسلته الملائكة. نعم. سهل جدا. سهل جدا. بدا التايمر. الله شكرا. جابوا لنا تايمر. يلا جمهور. يا سلام. اتوقع من دون الجمهور حتجاوب. يا سلام. بس خلي الجمهور. يا سلام. اكيد الجمهور. بس اسمع اجابته قبل الجمهور يعني. زيد زيد كمان. لا زيد 10 ثواني. زيد 10 ثواني. خلي الجمهور لان اتفقنا 20. زيد تصابهم 10 كمان. الاجابه تعطينا اختيارات؟ خلاص انتم عارفين الاجابه الصحيحه. الجمهور. طيب ما حي... الجمهور ايش قال؟ الجمهور ايش قال؟ الاجابه كلها طبعا حنظله رضي الله عنه. الاجابه حنظله ابن ابي عامر. خلاص. ايه نثبت. كيف اكيد. الف مبروك. اجابه صحيحه. تعادل. سلام. شوته بشوته الى الان. تعادل. تعادل. حلوين. تفضل السؤال عندك. يلا السؤال عند عبد الله محضار. يا ترى هل سيصدها ماجد جزاني ولا يركبها في التسعين؟ من هو بس اسئله كذا يا شباب يعني. من هو رئيس سلام. شركه تكون انت عارفه في الموزمبيق. انت عارفه من هو رئيس شركه طبعاً. في الموزمبيق. أيوه. عند حتى اسم الشركه ما جبته. قل لي شركه. طيب السؤال سؤال سؤال. طيب السؤال من هو. ها سرعوا شباب سرعوا. انت عندك سؤال يا استاذ يوسف. اسئله ثقافه زي كذا. ايوه اسئله. ايوه اسئله ثقافيه عشان ايش؟ عشان المشاهد يستمتع. ايوه عشان يستمتع هذا البرنامج بحصيله كبيره من المعرفه. طيب يا سلام. كيف بس؟ يلا يلا. لماذا بنيت الأهرامات في مصر؟ لماذا بنيت الأهرامات في مصر؟ الله. سؤال جميل. مرة ثانية. لماذا بنيت الأهرامات في مصر؟ ما في إجابة يعني. هذا حيكون هذا زي منطقة علل. ما في إجابة كده يعني واضحة. يلا ها. السؤال السؤال ما شاء الله تبارك الله طويل. شوف شوف الجمهور شوف الجمهور. يلا إذن الجمهور ترى معروف تاريخيا معروف إيش الجواب يعني. طيب نشوف. هذا اصعب من اللي راح شويه. ضيعت انا ولا لا؟ لا والله هدف مره حلو. والله صعب صعب صراحه بس نشوف. انت الحمد لله اجابه صحيحه 100%. شكرا الحمد لله. يلا خلصت. اذا الاجابه القوه. الاجابه للفريق القوه طبعا. إيه؟ ليدفن فيها الفراعنه. جميل. ايوه. وش الاختيار الثاني؟ هو واحد جاء. حلو. انت ايش يعني هذا الجواب حيكون هو حيجاوب. انا يعني انت تأيد. انا أأيد صراحه اجابته لانه ما عندي اجابه.
كنت بقول منظر حضاري يعني. بس هي الأهرامات بنيت لتكون قبور الفراعنة وجوابكم صحيح. يعطيكم العافية. يا سلام يا سلام والله شكرا. والله إجابة واحدة. شوف إجابة واحدة ما في غيرها. إجابة واحدة فقط خلاص. إجابة واحدة نصيبة. شكرا شكرا شكرا. الإجابة السؤال الآن عند ماجد. فكني من موريتانيا وذا وما تعرف ولا واحد فيهم. تبغوا عرب يعني نظامكم كذا؟ ايوه. يلا واحد اثنين ثلاثة. طيب حضروا لنا سؤال حضروا لنا سؤال. عند ابو ابو عاصم. ان الروح تخلد. ايوه هو عندهم اعتقاد ان الروح تخلد. طيب اقوله انا. يقول من؟ شو؟ يلا ابدا. ها؟ من هو؟ ايوه من هو؟ ها؟ طيب دقيقة دقيقة استنى استنى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في معركة مؤتة نعم أمر ثلاثة من الصحابة وعارفين القصة المشهورة بعد ما قتلوا أو استشهدوا في المعركة من حمل لواء المسلمين بعد الثلاثة بعد هذول الثلاثة إيه هذه قصة تاريخ ولا نعم ولا سؤال يعني. نعم في معركة مؤتة. طيب جزاك الله. من هو يعني الصحابي من هو هذا الصحابي من هو الصحابي الذي اللي حمل لواء المسلمين بعد ان استشهد الثلاثه التي او الذي الذين امره النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه اللي هم جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه نعم وزيد اعتقد زيد بن حارث وزيد بن حارث نعم استشهدوا نعم ايه بعد ما بعدهم حمل لواء المسلمين شخص في هذه المعركه الاجابه صحابي وجاب خطه طبعا ايه جاب خطه فيها دهاء عظيم هنا في خيارين حلو الخيار قصة مشهورة يعني بس اول اعطيت الجواب الصحيح انت اعطينا خيارين والله طيب الجمهور حسب الجمهور طيب ما جاء الا اختيار واحد طيب اعطينا غلط خلاص تحمل اعطينا اعطينا ما في الاختيار الاول علي بن ابي طالب رضي الله عنه الاختيار الثاني خالد ابن الوليد رضي الله عنه معركة ايش انت قلت مؤتة 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 هنا في اختيار ثالث اعطيكم اياه ايوه مصعب بن عمير طيب ايش رايك والله عم. للامانه يعني ما عندي اجابه طيب قد يكون خالد بن الوليد رضي الله عنه نثبت ثبت اعطيه فرصه يمكن ايش نثبت ثبت اعطيه فرصه انا اقترح انك تعطيه فرصه شوف يعني وجهك ليش ما في ثقه استرجع ملامح وجهك اوه في اختيار رابع لا خلاص خلينا عليه ها ايش الاختيار الرابع اختيار رابع حبيبي عادي لا لا ها خالد بن الوليد رضي الله عنه الاجابه هي خالد ابن الوليد وهي إجابة صحيحة صحيح. نعم السؤال عندكم آخر لفة آخر لفة بعدها يلا بعد. طيب يلا بسم الله من من أول من شرب القهوة سؤال جميل كدولة ولا كشخص كدولة يا سلام أول لا من دقيقة القهوة الإيش حدد خلاص معروفة يعني القهوة العربية القهوة التركية لا لا ما فيها ما كان في التركية القهوة الأمريكية أول السؤال. ما في اول كان قهوه من دريش وقهوه كان قهوه يلا اول من شرب القهوه لا سؤال سهل تبغاها كذا على طول الناس الاجابات ترى جات في الهاشتاج انت لسه ما لا لا لا, لا. ما فيها شوف لا لا قول لماجد قول لماجد قول لماجد شوفه اجبه كذا وجهك منمي لماجد والله مو كذا اوه ترى معروف يعني اول من شرب القهوه هم من أول من شرب القهوة هم أطلب مساعدة الجمهور بسرعة شوف اختيارين جتني حلو حتى مع التحديث ما راح أجيب أي شيء سلام جنوب أفريقيا الأتراك جنوب أفريقيا لأنه القهوة يعني حسب ما قرأت ممكن أنت تجيب خيار من عندك ما القهوة يعني تزرع في شو اسمه في أثيوبيا تقريبا أو الحبشة وتزرع في البرازيل طيب جوابك ما عرف ان البرازيل دحين ولا ايش اجابتك ايش البرازيل جنوب افريقيا جنوب افريقيا ايش الحبشه في افريقيا الاجابه هي تفضل صحيحه خاطئة. لا الاتراك خاطئه الحبشه 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 هم اول وما في اجابه صحيحه طيب من خلاص احنا قلنا لك ممكن قلت لكم الحبشه انت عندك معلومات وما وثقت فيها والله انا قلت اول قلت تاريخيا تزرع القهوه يا اخي انت قلت بعدين في الاخير جنوب افريقيا لا تقول تلف لا بس انا مشيت مع صح صح طريقه المسابقه جميل طريقه المسابقه احسب لي ما احسب لك صفر واللي فاز في هذه الجوله هو فريق التحدي الله 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 مش واحد واحد يعني واحد واحد